هذا وقد انتقد المجتمع الدولي بشدة التجارب الصاروخية التي نفذتها إيران في إطار مناوراتها الباليستية التي تجريها لاختبار صواريخ قريبة ومتوسطة المدى، وقد وصفت واشنطن هذه الخطوة بالمستفزة، فيما اعتبر وزير الخارجية الروسي أن المسألة تثير القلق. يبدو أن ردود الفعل الدولية على التجارب الصاروخية الإيرانية الأخيرة ستتجاوز مدى تلك الصواريخ نفسها. ردود فعل الدول الغربية أجمعت على إدانة إطلاق الصواريخ التي جرت خلال اليومين الأخيرين، واعتبرت أنها تهديد لإسرائيل وللقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج. واشنطن وعلى لسان متحدث باسم البيت الأبيض وصفت التجارب الصاروخية الإيرانية بالمستفزة. من الواضح أنها تدريبات عسكرية مخططة مسبقا، وسأضع أي من هذه التجارب في إطار الأسلوب الاستفزازي الذي تستخدمه إيران على الساحة الدولية منذ عدة سنوات. لم يكن الإجماع الدولي يوما أقوى مما هو الآن على التصدي لإيران وبرنامجها النووي. أما روسيا فقد أكدت على لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف أن المسألة تثير القلق بالطبع، خاصة عندما تجري تجارب إطلاق الصواريخ على خلفية موقف يتسم بعدم حل البرنامج النووي. إلى ذلك رأت بريطانيا أن اختبارات الصواريخ الإيرانية وما أثرته من جدل لا يجب أن تسرف الأنظار بعيدا عن الاجتماع المرتقب بين الدول الست الكبرى وإيران بشأن برنامجها النووي في جنيف الخميس المقبل، فيما كانت ردة الفعل الفرنسية أكثر حدة، ودعت باريس إيران إلى التوقف الفوري عن نشاطاتها الصاروخية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة على حد تعبير الخارجية الفرنسية. وأمام الهجمة الدولية على التجارب الصاروخية تكتفي إيران بتبرير ذلك بأنها استراتيجية دفاعية. هيثم بن حسين، العربية.